خطت دولة الكويت خطوات إيجابية وبناءة في مجال حماية حقوق الإنسان ودعم العمالة الوافدة على أراضيها ومكافحة الإتجار بالبشر من خلال عدة خطوات قامت بها خلال السنوات الماضية وحتى الآن بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، أبرزها سن القوانين وتطوير التشريعات وإيجاد الآليات الخاصة بذلك. مركز الإيواء للعمالة وبالأخص الإناث هذا رفع مكانة الكويت في الجانب الإيجابي، أقصد أنها رفعت مكانة الكويت، وما زالت الكويت تحاول بتطوير تشريعاتها وإيجاد آلية لحماية هذه الفئة الموجودة تحت أرضها، وبالأخص أشيد في طبعا هيئة القوى العاملة اللي تسعى كثيرة جدا، وفي السابق كانت وزارة الشؤون ووزارة الداخلية في هذه القضية. لا ننسى المجتمع المدني أيضا له دور كبير جدا في هذه القضية، وجود قانون العمالة المنزلي أيضا خاص لهم، هذا أعطى حماية أكثر في هذه القضية، وجود مراكز كثيرة جدا حول هيئة القوى العاملة واستقبال الشكاوى المتعلقة في قضايا العمالية أيضا مهمة جدا. دولة الكويت حريصة كما يؤكد المراقبون للمشهد على الأرض في حماية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي مستمرة في تنفيذ هذه الآليات والاستحقاقات المترتبة عليها في هذا المجال. استعرضنا خطة الدولة في موضوع موائمة أهداف التنمية المستدامة مع قيم ومعايير حقوق الإنسان المبذولة على الأرض في دولة الكويت. تكلمنا على موضوع حقوق الطفل والقانون الذي صدر ما بعد المناقشة الثانية. تكلمنا على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة في دولة الكويت، واللي هي اليوم هي شريك لنا كمؤسسة مستقلة، اللي هي الديوان الوطني لحقوق الإنسان. أيضا تكلمنا على موضوع الآليات التي قطعتها دولة الكويت في مجال العمالة المتعاقدة. أيضا كانت هناك عندنا توصيات تتناول حث دولة الكويت على مواصلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية.